السلام عليكم ورحمة الله. اليوم الجمعة الموافق 29/5/2020. أنا الدكتور أسامة العقابي، مركز الشفاء التخصصي للأزمات دائرة مدينة الطب، المركز المعني باستقبال وحجر وعزل وعلاج مرضى الوباء المنتشر المستجد كورونا فيروس كوفيد-19. اليوم قامت سيارتين مسلحة تابعة لمكتب رئيس الوزراء أو للمخابرات حسب ما يدعون بالدخول إلى المركز، هم وسلاحهم والاعتداء على الكوادر الطبية وبالقوة الجديد السلاح. وأطلع وعاني أحكي وياه أقول له حبيبي سيارتك بس وخرها شوية لي قدام، لأن أنت واقف جوا الشباك فوقك مريض، أنا خوفا عليهم بصراحة ما كنت أعرف شنو القضية. طلعوا يقولون إحنا جهاز مخابرات أو كذا إلى آخره، ما أعرف القصد. قلت لهم إخواني بلا زحمة عليكم، يقول لي لا لا تخاف علي بحكي وياي بسوب معلق. قلت له حبيبي على كيفك، أنا دكتور أسامة، أنا هنا أنا المدير الخافر. يقول لي مدير على روحك. قلت له يا أخي أنا تحت العلم، يعني أنتوا راح تخلونا نرجع نقول ألف رحمة على وادي كدام حسين من خرب صدام حسين؟ زين يعني هاي الأساليب إلى متى أنتوا تقون بيها؟ أنا أوجه رسالة لكل بني عقبة، الكل بني عقبة، هاي رسالة لبني عقبة، لأن إحنا مو دولة مؤسسات. أنا اليوم عرفت إحنا دولة عشاير، طالما دولة عشاير عمامي وآلي وبني عقبة وكل من يعرفني، أي حجارة توقع عليها من الله حص الكاظمي والمخابرات مالته. زين اذا اكو عقبي شريف ويقول اني عقبي، زين وولد الحصن يسموها، زين واخوة الصفحة، ترى اني اذا صار علي اي شيء واني اثناء الدوام ومن يوم 5/2 انا اداوم بهذا المركز ما نازل لا شايف اهلي ولا شايف ناسي وتعبانين، ويجوني ناس مهتلفة يتجاوزون على الاطباء ويتجاوزون علينا ويجاوزون حتى على العلم العراقي. هاي الدولة اللي يردونها، هاي الدولة اللي يردونها. أستاذ الكاظمي إذا أنت فعلا رئيس وزراء العراق، تعرف أنا أقصد من هو، تعرف أنا أقصد من هو. طبيب يريد يروح يفحص مريض عندنا يجرون عليه سلاح، واصلين إلى مرحلة إحنا بعد. زين وأنا حاج رمي بالمئتين مريض، لا ننام ولا ناكل ولا نرتاح، وجوني يتهجمون علينا جماعتك. وإذا مخابرات، وإذا مخابرات شنو يعني؟ رجعتونا زمن صدام تقدرون ترجعونا؟ حتى روح البزيتوني، أنا حتى البزيتوني لا إله إلا الله.